جددت ميليشيا الحوثي هجماتها على مديرية صرواح في محاولة منها لتضييق الخناق على مارب، المحافظة التي تشهد استقراراً نسبياً وتواجداً ملحوظاً لمؤسسات الشرعية. الجيش الوطني تصدى لتلك الهجمات الحوثية التي ركزت على غرب مارب، وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش أحرزت انتصارات على الميليشيا داخل سلسلة جبال هيلان. وفق مصادر عسكرية، فإن الجيش الذي تصدى لهجوم الميليشيا الحوثية خاض معارك موازية سيطر فيها على مواقع جديدة في جبال هيلان، استخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وبحسب المصادر، فإن العديد من الآليات العسكرية التابعة للحوثي تم تدميرها. وأكدت المصادر العسكرية بقاء الجيش الوطني وحيداً في معاركه مع ميليشيا الحوثي في غرب مارب، حيث دارت المواجهات في ظل غياب شبه تام لطائرات التحالف، وهو ما عده البعض تكراراً لأداء التحالف السلبي في نهم والجوف. عدم مشاركة الطيران السعودي الإماراتي في معارك الدفاع عن غرب مارب جدد المخاوف من تكرار سيناريو نهم والجوف في مارب، حيث مثل خذلان التحالف سبباً مهماً في سقوط الجوف بيد ميليشيا الحوثي. لكن خبراء عسكريين يرون أن مارب يمكنها الصمود أمام ميليشيا الحوثي لأسباب تتعلق بالروح الوطنية للجيش ووحدة القرار في السلطة المحلية فضلاً عن تكاتف المجتمع. ومع ذلك، فإن مراقبين يحذرون الشرعية من تكرار أخطائها وإبقاء مأرب دون دعم سياسي وعسكري.